أنا أحد المعتقلين من سجن حماة المركزي. أنا كنت مآيس، يعني ماني متوقع أطلع. الله سبحانه وتعالى، يعني الله هي سبب لهالموضوع اللي خلصني من هالطاغوت. يعني أحيانا أتذكر 82، أرجع 82 ألاقي اللي عالم اللي راحت ما رجيت لهلا. قول إحنا صغرنا بسعر الثمانينات، الحمد لله. جا يعني شغلي يعني لا كانت لها على الخاطر، والعالم كله محقني يعني من الظلم والاستبداد والعذاب والإهانات. روح على المحكمة، جاي على المحكمة ومحكمة إرهاب، وجرنا مثل خواريف. يعني شيء ذل، عشنا بذل. يعني سجن حماة عاش بذل ذل. لأحد مرات إجا خبر إنه بدهم ياخذوا 4 شباب طلاب جامعة صاروا سنة عنا جايين ياخذوهم إعدام. على أي مذهب، على أي دين بدك تسلم هدول ينعدموا؟ على أي دين؟ كلهم طلاب جامعة، يعني كلهم مثقفين. أنت يا نظام بدك تاخذ وتعدمهم، شو بدك تسلمك إياهم؟ 1200 شخص بالجناح الشغب طلعوا مظاهرة مناصرة لحلب. يعني شوف، ضمن المربع الأمني بحماة وضمن النظام قام السجن مظاهرة ما أذى حدا، بس النظام نقطة شفناه خيو مباشرة قابلنا بالرصاص الحي وبالقنابل المسيلة للدموع وغيره وغيراته. كيف استطاع السجناء السيطرة على السجن؟ إرادة السجناء، الظلم اللي عشناه من النظام. استطاعوا السيطرة على كم السجن؟ سيطروا عليه من يعني زهدت العالم او صفت، يعني اللي جاي يهددك بالقتل. يعني شو بعد القتل؟ ما في غير الكرامة، يعني ما في غير عنا الكرامة، بس كرامتنا، بس اكل ما، بس كرامتنا. هذا اللي خلى العالم تفز هالفزي هي وسيطر على السجن كامل. بالنسبة للكهرباء، للماء، قطعوا الكهرباء، المواد التموينية ما عاد تفوت جوا لعنا. شلون الشباب صاروا يعني يستعينوا بالخبز اللي معفن وصاروا ياكلوا الشباب. على اي اساس وافق النظام باخراج دفعه من المعتقلين اللي طلعت فيها انت اللي هن 30 شخص؟ اجى ضغط من الاهالي اللي بحماة، يعني صوت تكبيرات وصلت لساحه العاصي. يجونا مش هالمصالحه، جماعه المصالحه ولا المحافظ ولا خيو. على الشهر ان شاء الله في مصالحه لكم، شهرين في يعني يعطونا شو أبربنج انه خلاص ما نطالكم مصالحة، ما نطالكم تسوية. المهم وما صار شيء. يعني شبهنا كذب، نظام متعلم على الكذب، يعني ما عنده ميثاق، ما عنده درة ميثاق واحدة. يعني ما نواثقين من 1%، يعني ما نفاوضوا، ما نواثقين منه. مين اللي أخرجكم من السجن؟ دفعة المعتقلين ولا؟ دفعة المعتقلين صار في أسماء، اختاروا الأسماء من النظام، طالعنا بكفالة. بكفالة مين؟ الهلال الأحمر. يعني الهلال الأحمر هو اللي بيستلمنا بالضبط. النظام أنا ماني مستعد أسلم حالي للنظام. مين الجهة اللي حاولت تقتحم السجن؟ لمين تابع بالضبط؟ للجوي. كانت الحشود كبيرة؟ كانت الحشود كبيرة. طيب مين كان مسؤول التفاوض عند النظام؟ شو رتبته أو من هو الشخص؟ اللي هو قائد الشرطة. هو كان يفاوض المساجين؟ هو كان يفاوض المساجين، طلع الدقاق. شو التهديدات اللي هددتكم فيها قائد الشرطة؟ قائد الشرطة هددنا انه انا عندي صلاحية افوت على السجن اصفي نص المساجين، يعني نوع من نوع العنجهية. يعني اقول لك انا عشت عند النظام 4 سنين، يعني انا بحكي لك والله ما في مبالغة ولا في داعي ابالغ. يعني الشهرين او الاربعة اشهر اللي عشتهم بالجوي يمكن لها لقطتين مطبوعات بذاكرتي، ما بنساهن، ما بنسى الناس اللي قتلت قدام بالجوي، بالتعزيم والإهانات. المسبات خيو مانا فيها، سبونا وهانونا وسبوا كذا، بس إن شاء الله الكلام مرجوع لهم. صفاتهم هي صفات النظام هذا. إحنا ما طلعنا هيك، إحنا طلعنا نادي حرية، قابلنا خيو برصاص. شو شفت أكثر حالة أثرت فيك داخل السجن؟ كتعذيب أو كحالات مرضية؟ حالات مرضية. في شاب كان موجود، ما في داعي اذكر اسمه، معروف والسجناء كلهم بيعرفوا، عانى صار ينسلسل، نزلنا دكتور على السلسل. بعد فتره قد ما ضغطنا على الضباط بالسجن
عرضوه للمشفى، طلع معاه السرطان. كان صار له 4 أشهر يتعالج على اساس انه سل. السرطان تفحل معه. نقلوه، قالوا له نهارتك على اللجنه، واللجنه ان شاء الله بتفرج عنك على وضعك. يعني من الحق صار وزنه مثلا 70 كيلو، صار وزنه بال 35 40 كيلو، يعني زلمه عظام. شيله بالبطانيه. بعدها توفى الشاب، الله يرحمه ويجعل من الشهداء. اهله راح يسموه ما سلموه، يعني عنه ارهاب، عنه ما حكمه ارهاب، ما سلموه. يعني هي اكبر حاله اثرت عليه. حاله ثاني، احد الشباب كمان مع السرطان، كان وزنه حوالي 80 كيلو، السرطان سل وسل، موجود هلا في السجن بين الحياه والموت. جاء النظام اخذوا شاله واخذوه على المشفى، وما بنعرف ان شاء الله سبحانه يدب الشفاء، بس كمان سرطان هلك وهلك. يعني المريض لما يصير معه مرض بالسجن، يعني مو عم يطالبوا على المشفى الا يكونوا شو، يعني يكون اموره خاصه، يعني ما يعني قد ما داووا ما في مجال. انت الان بمناطق محرره وعشت الحريه بعد 4 سنوات، شو بتوجه رساله للمنظمات للعالم للي عم يسمعك، انه كيف شفت الحريه مقابل سجن 4 سنوات؟ بوجه رساله للامم المتحده. احنا من فتره سمعنا انه في مؤتمر جنيف، وما مؤتمر جنيف صار في مفاوضات، واحنا بعيدين عن المفاوضات خالص، يعني بعيدين عن المفاوضات خالص. المعتقلين امر منسي، كانه عندك بسوريا 750 الف معتقل، من غير النسوان، من غير الاولاد، من غير الدنيا. طيب لا ايمت يعني يا امم المتحده، لا ايمت يعني. جينا وسمعنا اخي انه في مبعوث اممي بتجي على سوريا مشان موضوع المعتقلين، لهلق ما شفنا شيء. لهلق العالم بالافرع والعالم احنا بجوز اشوى من غيرنا، اللي بالافرع واللي بالفيحاء واللي بالمزي واللي بصيدنايا واللي بالافرع اللي مو معروف وينها، عم يطلع عم يجوا هياكل عظميه لعنا. اذا بتجي على مجوا هياكل عظميه لعنا، طيب لا ايمت وبعدين يعني، وبعدين معكم يعني، وبعدين يعني لا ايمت هالوضع بده يضل. معتقلين اخي، كل معتقلين اخي موجودين لساتهم على الطلع.